وجماعه صم الاذان ديالها ومغمضه عينيها على واحد الواقع ديال الفساد في البلاد، واحد الواقع ديال غياب التعمير غياب التنميه، وما قداش تجي تطلب من هاد الناس هادو لا هما لا السلطه اشنو واقع في هاد البلاد. خويا حنا هنايا مستمعين على واحد النضال تناضلوا كجمعيات، كان واحد التنسيق يدير الجمعيات على اساس التعمير داخل جامعه تيداس. تيداس تعاني من التهميش داخل هاد الجامعه هادي. الرخص ديال البناء السيد الرئيس ترفض انه يطلق الرخص، رغم ما كاين الناس اللي عندهم رخص دابا وباغي يزيد مثلا يبني الفوق ما خلاش يبني، تيقول لي سير تتحفظ. بغينا نعرفوا حنا واش القانون تيحفظ الانسان عادي غادي عادي يبني. فيما يخص الوداديه فعندنا البلون داميناجمون الاول فيه طرقان، البلون داميناجمون الجديد اللي جا والبلون داميناجمون الاول تتعرفوا بان البلون داميناجمون الاول مسير من الوكاله الحضريه ومن قسم التعمير ديال العماله. فجا البلون داميناجمون الثاني فيه واحد التغيير، التغيير تيضرب لنا واحد جوج طرقان اللي هما مدخل ديال الوداديات تيضربهم. السيد الرئيس تيمنع تيرفض رفضا كامل باش يطلق الرخص. حنا هنا جايين باش نتحاوروا معاه وتتهرب من الحوار. فيما يخص عاوتاني انا حي الزقريني هذا حي مولاي رشيد، فهو كان تعطى في الطاق ديال محاربه دور الصفيح، والدوله هي اللي تعطات هذيك الارض، وهذيك الارض ديال الدوله. الناس بنات دابا الناس باغا تكمل البنيه ديالها، تيقول لهم سيروا تتسويوا الوضعيه مع الدومين. ما عرفتش انا هاد السيد اشنو بغى، واش بغى؟ اذا كان بغى التنميه راه خصو يوقع حلول، ماشي يقلب على المواطن يمشي يقلب على الحلول. حنا عايشين هاد السيد ما بغاش يتحاور معنا، ما بغاش يدير معنا دير العصا في الرويضه. حنا تنوجهوا النداء ديالنا للسلطات المحليه والاقليميه باش يحلوا هذا المشكل اوسع. حنا ما بغينا، حنا عندنا عندنا نضال سلمي، وحنا اولاد السلم اولاد القانون، تنقلبوا على القانون. حنا الناس اللي كانوا يسمعونا يوصلوا هذا الميساج للسيد والي الجهه انه يتدخل، والسيد العامل دخل، وجميع المسؤولين اللي على التعمير داخل هاد الجماعه ديال تيداس حلنا هذا المشكل. حنا هادشي علاش جينا دابا، وحنا هادشي علاش واقفين. السلام عليكم. هذا الاسبوع الثالث ووقفه ديال الناس بنفس الزخم وبنفس الوهج، واحتجاج ديال الساكنه على غياب ديال التنميه، على مشكل ديال التعمير اللي هو كيجي في راس المشاكل اللي المجلس ما قدش ياخذ اي خطوه. والاسبوع الثالث هذا وما قدش المجلس يفتح اي حوار جاد ومسؤول، وقرر ان يخدم السياسه ديال الهروب وما يحاولش يفتح حوار جاد ومسؤول مع اللجنه ديال المتابعه من اجل ايجاد حلول لهذه المشاكل هذه. وهذا الفعل هو مستمر، وحنا مازال في طور ولا في مزيد من التعبئه من اجل ان ناخذوا جميع الاشكال الاحتجاجيه، وربما غادي نصعدوا في الاشكال، لان هذا الصمت ديال المقابر ما يمكنش ان نوقفوا ونسلموا لهذا الواقع اللي هو واقع رديء، واقع ديال الحيف، واقع ديال غياب اي امكانيه ديال ايجاد حل لهذا المشكل هذا. وكنحييكم. انا البوشتاوي احمد من بير الحاج، من هاد الناس المضررين، من هاد الناس المضررين. جيت عند اللاكات ما قبلاش مني كاع، قال لك سيلوا الحموش ولا سيلوا العامل. انا ديال الضو ديال الزنقه، الإدارة العمومية. الإدارة العمومية. والو هي، وأنا ما تيقبلنيش كاع باش ندخل عنده، ما تيقبل حتى واحد كاع. إلا عنده مشكل مع العضو سميتو، علاش غنمشيو حنا ضحية؟ علاش؟ راه مكرمة وعزيزة صاحبي، والله إلا مو عزيزة في هاد البلاد.
هذه من معززه بالله من دون الناس. انا ما بغيت العامل يشوف هادشي، بغيت سيدنا يشوف هادشي. انا تنطلب سيدنا يشوف هاد المنكر هذا اللي واقع. ديال تيداس جينا تنهضروا تنطالبوا بالحق ديالنا. حنا عايشين غير في البرارك، الدوار ديال لاكار ما عندناش الضو تنشعلوا غير الشمع، ما عندناش الواد الحار، القوادس ديال الماء تيطردقوا علينا تنشريوهم غير حنا وكنركبوهم لروسنا. والناس هنا تيخدموا الناس بالكليان، اللي عنده الكليان كيخدم في الانعاش واللي ما عندوش ما تيخدمش. والناس هنا تيدخلوا البراج بالكليان، انا راجلي مشى 5 المرات ما دخلش. السلام عليكم. هضروا اخويا على هادشي ديال الرخص، حنا تنطالبوا بالرخص راه سنين هادي، شي 20 عام هادي حنا ساكنين غير في البرارك، البرارك تيقطروا علينا والزباله حدانا، الزباله دايره بينا، ولادنا مرضوا لهم العينين بريحه الزباله وكل شيء. حنا تمحلنا ممحلين، بغينا غنسكنوا وليداتنا حتى حنا في الديور. الناس كاريين، كاينه اللي سمحت في ديك العيشه ديال تماره ومشاو الناس سكنوا كراو في الديور، ولكن تمحلوا حتى هما ما عندهم منين يجيبوا المعيشه، منين يجيبوا الكرا، راه كلشي كثار عليهم. الله يرحم الوالدين اللي مسؤول على هذا الشيء، الا كانوا تيشوفونا الناس المسؤولين، الناس اللي مسؤولين على هذا الشيء يوقفوا معنا يديروا معنا شي حل. هادشي كنديرو على اجل السكن، وحنا ضايعين ساكنين في البرارك، سكن عشوائي، سكن او دوار شيخ حمادي مكرفصين، والواد الحار، وليداتنا كيحفظوا كي غا على الشمع، ولادنا بغاو يزيدوا في المستقبل، والو حنايا ما لقيناش، حنايا تقهرنا بهادشي. وليداتنا ما عندنا الطرقان، ما عندنا حتى حاجه، وعندنا الغيس، الشتاء كنتكرفصوا بزاف د الحوايج، وحنا كنعانيو من هادشي د القصدير، عينا بالاصلاحات، عينا بزاف د الحوايج، ما كاين لا خدمه لا حتى حاجه لا والو.